السرعة بتاعته بتكون كل 10 لتر مية نحط عليهم نص سنتي بس من ده، كل 10 لتر مية نحط منهم نص سنتي من ده، وممكن أقل كمان، يعني ممكن أقل، لأن تركيزه 6000 وحدة دولية. ده اللي هيجيب من الآخر بالنسبة للذكور اللي هي كان فيها مشاكل قبل القلش، وطبيعي لازم يبقى فيها مشاكل، والمشاكل بتكتر بعد القلش، فلازم نبدي هيسلينيوم مستورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من قناتكم قناة طبيب الطيور إبراهيم زيادة، أحييكم جميعا كل مشاركينا المحترمين. عاملين يا جماعة يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. موضوعنا النهاردة هنتابع أو هنكمل سلسلة أمراض الطيور، وبصفة خاصة هنكمل سلسلة أمراض الحمام. موضوعنا النهاردة ايه العلاج اللي ممكن نستخدمه بعد فترة القلش، بعد ما نخلص فترة القلش مباشرة وننتهي منها. وعملت فيديو قبل كده العلاج اللي احنا استخدمناه في فترة القلش عشان خاطر نحافظ على صحة الحمام اللي عندنا من اناث وذكور، عشان خاطر نرجع نشتغل تاني. طبعا العلاج اللي انا قدمته لكم في خلال فترة القلش ده طبعا كويس جدا ومفيش اي مشكلة فيه، بس محتاجين بقى بعد فترة القلش محتاجين ندي علاج تاني مهم جدا، وخاصة لو في ناس عندها حمام غالي. لا، في ناس عندها حمام غالي جدا، حمام زينة، حمام غزار، حمام بفلوس كتير. خد مني بقى اللي جاي ونفذ، وان شاء الله الدنيا هتبقى معاك تمام. قبل ما نبدأ في الفيديو، لو أول مرة بتشوفنا انزل بسرعة اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل واعمل لايك للفيديو، وصدقني هتستفاد كتير والقناة هتعجبك، والفيديوهات اللي موجودة في القناة هتعجبك جدا في كل الموضوعات اللي تخص أمراض الطيور من تغذية وتربية وعلاج. تمام؟ عشان ما نطولش عليكم، يلا بينا بقى ندخل في الموضوع. يلا بينا ندخل في الموضوع عشان خاطر نقدم العلاج بتاعنا ونشوف هنستخدمه ازاي. يلا بينا يلا بينا. مبدئيا يا جماعة، بعد فترة القلش مباشرة محتاجين، انتهينا من فترة القلش، الحمام كله قلش. في خلال فترة القلش مفيش حمام بيبيض خالص، الطيور ممتنعة عن البيض نهائي، لان هي طبعا كانت في حالة اجهاد فظيع جدا، لان قلش الريش ده طبعا بياخد من صحة ومجهود ومن قوة الطيور. الحمام اللي عندنا بياخد من كل عناصر جسمه، الحمام بيفقد عناصر كتيرة جدا من اللي في جسمه. ده طبعا بيخلينا ان احنا لازم نتدخل ونساعد الحمام بسرعة عشان خاطر الحمام يكمل معانا العجلة الانتاجية، ويكمل معانا المسيرة وما يفصلش في الانتاج وما يتأخرش في البيض. فلازم ننزل بقى بسرعة بالايه؟ بالعلاج. خلال فترة القلش احنا قلنا ان احنا ادينا العلاج اللي هو السانسو فيت اللي ظهر قدامكم ده، ده طبعا اتكلمنا عليه الفترة اللي فاتت، وهسيب لكم الرابط بتاع الحلقة في علامة الاي فوق عشان تتفرجوا على الفيديو، عشان اللي ما شافش الفيديو يشوف. تمام؟ طبعا السانسو فيت ده مهم جدا، وانا قلت نديه في فتره القلش، في الفتره اللي احنا فيها دي مهمه جدا، خلال الشهر اللي احنا فيه ده والشهر الجاي، عشان خاطر نتلاشى المشاكل اللي هي الصحيه بتاعه الطيور والاناث تنتج معانا بسرعه. تمام؟ بعد كده ان شاء الله باذن الله في الحلقه دي بقى ان شاء الله هقول لك هندي ايه للحمام عشان خاطر الذكور مش الاناث، الذكور عشان خاطر الذكور ما يحصلش عملية عدم تخصيب في البيض بسبب القلش. هنستخدم يا جماعة هيسلينيوم، هيسلينيوم بس مش مصري، هنستخدم هيسلينيوم مستورد ايطالي. تمام؟ هنستخدم هيسلينيوم ايطالي. بصوا يا جماعة الهيسلينيوم ده، بصوا عامل ازاي، هو مش عامل زي اللبن، هو غامق شوية، عامل زي الكاكاو كده طبعا، وريحته باينة جدا يعني. هنستخدم هيسلينيوم، هنستخدم هيسلينيوم تركيز الوحده بتاعته عالي جدا. يعني ايه تركيز الوحده بتاعته عالي؟ يعني تركيز العلاج نفسه عالي جدا
كمادة فعالة عشان خاطر ينجز معانا بسرعة. ده تركيزه 6000 وحدة دولية، اللي هو ده سيلينيوم ايطالي، بس العلبة بتاعته مش موجودة معايا لانه غالي جدا. بتاعته بتكون كل 10 لتر مية نحط عليهم نص سنتي بس من ده، كل 10 لتر مية نحط منهم نص سنتي من ده، وممكن اقل كمان، يعني ممكن اقل، لان تركيزه 6000 وحدة دولية. ده اللي هيجيب من الاخر بالنسبة للذكور اللي هي كان فيها مشاكل قبل القلش، وطبيعي لازم يبقى فيها مشاكل والمشاكل تكتر بعد القلش، فلازم ندي هيسلينيوم مستورد. كل واحد يدور على هيسلينيوم مستورد، مش شرط ده، انا بقول لك ده انا بستخدمه. وللاسف مفيش موجود معايا العبوه بتاعته او الفارغ بتاعه عشان خاطر اوريها لحضراتكم، بس ده طبعا ده طبعا معدله او تركيزه 6000 وحده دوليه. ده سيلينيوم ايطالي، هو عامل زي اللبن كده، بس لونه ابيض، ده لونه مدي على لون الكاكاو كده شويه. فده اللي احنا ممكن نديه. لقيتوه ما حدش يستخدم جرعه زياده لان ده تركيزه عالي جدا. ده يا جماعه هنديه ان شاء الله كل اسبوع سقوه واحده، كل اسبوع سقوه واحده لمده 4 اسابيع بعد القلش. يعني هندي جرعه واحده بس كل اسبوع، سقوه واحده بس، يعني من الصبح لحد بالليل وشكرا كده، لمده شهر، يعني 4 سقوات خلال الشهر، تمام؟ وان شاء الله التركيز بتاعه زي ما احنا قلنا، ما حدش يكتر منه عشان خاطر ما يحصلش مضاعفات او النتيجه تطلع فيها مشكله، تمام؟ كده انا خلصت الفيديو بتاعي. لو الفيديو عجبك لايك الفيديو، سبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفنا، وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. خليك معانا وتابع معانا في القناه تستفيد كتير. اي استفسارات، اي اسئله، اي حاجه محتاجينها اكتبوا في الكومنتات تحت وهرد عليكم. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.